السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ الاحوال طيبه، كل شيء مزيان. المهم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غيكون فلوك، وهذا الفلوك هذا ما غيكون شي يعني شي حاجه واعره في المستوى، وكنقول لكم حنايا طنجه والخاوه. بالفرنسي بغيت نشرح للناس اللي كيتبعوني بالفرنسي، يعني بغيت نقول لكم لي زامي اليماني اسبانيش ادغوات اغوش لي زاموني مون فرير تي لا بيرجومونجي لا كويزين تي بارلو فرونسي افيك توا سيل فو بلي ادغوات اغوش لا فارماسيا. بغيت نقول للناس اللي كيتبعوني بالعربيه باش نترجم لكم شنو قلت، يعني في هذا الفلوك هذا ان شاء الله عايجي عندي الصديق ديالي من المانيا اللي كنا عايشين انا وياه في السويد، وحتى هو اسمه مهدي ولكن هو من كازا، وانا طنجاوي ولكن طنجاوي وكازاوي دائما جايبينها، والحمد لله. وكنقول لكم العز لكم كاملين، وبقاو معايا. واليوم غنهود ان برشلونه باش نجيب الصديق ديالي من الستاسيون، هو ما جين عندي من المانيا، والله يجيبه على خير، ونتمنى ونتلاقاوه ويكون هذا الفلوك هذا يعجبكم في المستوى. كنقول الدراري ديالنا ما تنساوش تدعمونا اللايك وجيم تبارطاجيو معنا هذا الفيديو، وكنقول لكم تابعوني اخوتي، والعز لكم. المهم اخوتي جبرتوني في ستاسيون هنايا، وتعطلت على الصديق ديالي لحقاش انا خصني دابا نشبر الطرن من هنايا من فيلا فرانكا، ونهود حتى السنترو د برشلونه، برشلونه النورت. يعني دابا ان شاء الله 25 دقيقه، باقي 25 دقيقه اخوتي باش يجي الطرن اللي هيهبطني من برشلونه. يعني هو غيوصل مع السته، وخصو يصبر عليا والسلام، نتمنوا من الله يصبر حتى نجي عنده، لحقاش ما عارفش انا ما كنتش عارف الطرن فوقاش عايجي ولا شي حاجه. عير جيت للسطاسيون صحاب لي الله، هي هذه الساعه ديالو، ها هي كتهضر هذه وكتقول اتونسيون اتونسيون، زعما الخطر. وهاد الطرن فينو؟ المهم اخوتي كيف ما كتشوفوا معايا، انا جبرتوني طلعت في الترن، والترن ماشي بيا دابا، ونتمنى من الله يوصل بينا الترن دغيا، لحقاش صديق ديالي قال لي غيوصل مع السته، ونتمنى من الله يتعطل به ديك الكار عاوتاني شي شويه باش نجيو مع بعضياتنا. هي هذيك لحقاش انا بعيد عليا برشلونه واحد 50 دقيقه حتى 45 دقيقه، لا يعني على حسب الترن شحال كيتعطل، واش كيبقى في المحطات بزاف، كاين شي محطات ما كيوقفش فيهم. وانتم كتشوفوا دخل بينا في واحد النغور، وغنقلب لكم دابا الكاميرا اخوتي، وغنوريكم نعيشكم معايا اللحظات واللقطات، والله يسهل على كل واحد اخوتي، وما فياش بيون، انا كنوريكم وكنوريكم يعني الدنيا كيفاش عامله، وفين مشيت وفين جيت، وشكون ما جين عندي، وهادشي اللي كاين. انا نقلب لكم الكاميرا اخوتي ونوريكم الطريق كيفاش عامل. الخاو ماشي فاين وصلتي ولا وصافي الخاو ديالي، انا جبرتيني في الترندر وصافي، وقول واحد نص ساعه الخاو ديالي نكون معاك تما. يا وصلتي اسبانيا؟ دخلتي اسبانيا؟
صافي برشلونه وصافي الخاوي ديالي نص ساعه نكون معاك تما صافي. اش برسيني كان صور عم الفلوك الخاوي ديالي وهداك حتى انت طلع معايا حتى نوصل تماك الخاوي ديالي غنوريك حتى انت تخرج معايا. المهم بعد انك توصل على اخر الخاوي قولي ما بقى لك والو المحل وصافي الخاوي ديالي او ما كيسلموا عليك الناس ديالنا اللي كيشاهدوك عبر اليوتيوب غيشوفوك من بعد. يلا الخاوي ديالي تهلا لي فراسي العز اخاك استاوره دابا نتلاقى العز اخويا المهدي السلام عليكم. المهم اخوتي الصديق ديالي هو وصل يعني دابا دخل بيه الكار برشلونه يعني خصو غير يمشي لديك ستاسيون ديال برشلونه نورد ستاسيون ديال برشلونه نورد ديال اركو دي تريمفو ولا ما نعرف. المهم تما غنمشي انا اخوتي العز ليكم وهو وصل على خير وعاد تشوفوه معايا ولحقاش انا عاوتاني غير حرقان في الترن والسلام اخوتي ما عنديش بيتي وخصني نخرج مور الناس وإذا كرفوني السيكيريتيس ولا شي حاجه راه يضربوني في شي مولطه ولا شي حاجه فهمتوني. والدنيا اليوم عامره اخوتي والله ما اني صائم ها ناخذ انا اخوتي جبرتوني ان شاء الله عاد خرج من الترن ودابا ماشي عند الاخ ديالي مهدي غيكون وصل وبقاو معايا حتى نشوف السيكيريتي واش كاين هنايا ولا ما كاينش. اذا ما كانش كاين عاد تشوفوا الطريقه السليت اللي كنسلت بها اخوتي واذا كان كاين غنستنى حتى الريط المنظر عاد نخرج له اخوتي. وهادشي اللي كاين والعز ليكم ونتمنوا من الله ما يكون حتى شي واحد هنايا غنخرج انا بواحد الطريقه ديالي مختصه انتما عاد تشوفوا الطريقه. هاي الطريقه فين هي او معايا انا اخوتي جبرتوني خرج بحالي ما كاين ني سيكيريتي ما كاين والو. شوفوا الدنيا كيفاش عامله هنايا هذه هي برشلونه اخوتي ها شوف كيفاش عامله الدنيا شوف تبارك الله. وحنايا مخشيين في ديك الغابه وهذا قنص على هذا اشكليتي واش تعشيتي هنايا في برشلونه ما يعرفك حتى شي حد وصور مع راسك وما عندو شكون اللي يلصق فيك. والاخ ديالي المهدي هذاك بحال الخوا ديالي انتما عاد تشوفوه ها المحطه ديال كيران اخوتي هذه هي المحطه ديال كيران هنايا وانا غنصور لكم من الفوقي وكيبان لي باقي لا باقي ما وصل ولا وصل والله ما نعرف. غنزل التليفون وغنتخبى له اخوتي العز ليكم وانتم عاد تشوفوه حتى يوصل. وانا كنت ماشي في الطريق دي عين كنت ماشي في الطريق ماشي هي هذيك اخوتي كنت هاو في الباركي هذا مع الدهشه كنصور نصارى العالم شكال هنايا انا اخوتي هذه هي برشلونه. الله يسهل عليكم كاملين اخوتي تطلعوا بحالكم من هنا ويسهل عليكم شي وراق ويسهل عليا ويسهل على الجامع. ودابا كنتسناو المهدي انا نصور لكم محطه نقلب لكم اخوتي دابا انا كنعرف بلايص هنايا انا هو من تحت اخوتي او البلاصه ديال كيران ها المخزن فين هو اخوتي ها هو فين هو المخزن غنشوفو واش جا ولا باقي عندك غير يجيو عندي يقولوا لي شني كتعدل. هذه هي البلاصه ديال كيران اخوتي كيبان لي باقي ما وصل المخزن فين هو انا موسوس ما تتبعونيش مشوا بحالكم. والمهدي راه باقي ما وصل اخوت هادشي اللي بان لي ما بقى له والو غيكون هنايا في هاد البلاصه. ها الكيران اخوتي ها الزا اللي قلتي راه كاين هنايا هادي هي المحطه من داخل
وكنتسناوه يوصل ان شاء الله والله يجيبو على خيره. ولا هو هنايا والله ما نعرف، دابا انا نمشي نبقاش عليه مرون. صدق انا اللي وصلت قبل منه اخوتي، بقيت مشحر هنايا. اودي خلينا على برشلونه، واش من ساراغوسا واش من مدريد، او ماشي الكيران ان شاء الله وصلوا اخوتي. ما عرفتش فين هما، يعني اش من هو اللي جا فيهم ولا باقي. اذا وصلوا لا شي حاجه رانا تشوفوا اخوتي واش اللي كاين. هو عينزل مع ديك العالم بالمانيا والناس بويط، ماشي الناس اسبانيا، الناس بويط. اذا ما كذبتي راه واقيلا فين هو. واجيو معايا اخوتي نشوفوا واش هو ولا مشيو. اخوتي هو جا، هو جا فين اخي، هو فين اخي مزيان. انا اخوتي هو جا والله الا عرفت ولا ها هو. فهاد اخوتي فيليكس بوكس جاك اسعراف بحال اللي راه بيفي. ها هو 3 سنين ما تشوفنا اخوتي والله الا 3 سنين ياك اخي مالك ملي شي سنه عندي مالك والله. انتوما كتشوف اخوتي ها هو جا عندي حنايا في برشلونه. كنتي من الطياره الحمارة صاحبي، كنتي في المانيا جيتي شوف الشرط المغاربه هنايا. انا اخوتي شوفوا الناس شنو هي جيب باليزه ديالو اخوتي. وهو فين هو بحال الخوت كنتشابو من بعضيات. ها هو غيمشي يجيب باليزه ديالو. والعزل لكم خوتي وسلامي ليكم كاملين. بغيتي نصوروا شي شويه عاوتاني حتى هو، شوفوا باليزه والعالم. العزل لكم شوفوا شني جاب باليزه وشني جاب لنا، واش جا عامر ولا جا خاوي. اذا جا خاوي شي حاجه هاي كنضحك اخوتي، حنا القلب ديالنا صافي. العزل لكم وبقاو معانا. علاش لا باديش كيد كيباس جيت مع هادي ولا ها هلا اديلا هاتي اديلا النمره ولا ها هو واش اللي جاب لي اخوتي؟ جاب لي واحد كحلوشه معاهم المانيا. انا اخوتي ادخل عز اخوتي قالت ما تخرجش حتى هي. واش غنقول لكم جاب لي كحلوشه ود الحرام ما كيحشمش. صحاب لي جاب لي شي ريكالو، صحاب لي جاب لي شي حاجه، هو جاب لي كحلوشه. المانيا اخويا تكون انت المانيا زعما خلقت في المانيا طلعت من تما وبقات كتمل لكم. ايش تخين تخايف خنس تخين دونك تخين تخايزن دايفن. العز ليكم اخوتي، سلامي ليكم كاملين. وهذا هو الاخر تاع الفلوك هذا، ها هو مهدي معايا وما كاين لكم من بعد